أهلا بكم من جديد. تعمل الطواقم الهندسية والفنية التابعة لمديرية صيانة مشاريع ري وبزلي كربلاء المقدسة على الاستصلاح المتكامل للمبازل الحقلية في منطقة الكمالية. مشرفون أشاروا إلى أن المشروع يهدف إلى استصلاح نحو 720 دونما، وذلك من خلال مد شبكة من الأنابيب البلاستيكية لتصريف المياه إلى المبازل الثانوية. أمير عرب والتفاصيل. على بعد 20 كيلومترا شمال مركز مدينة كربلاء تعمل الطواقم الهندسية والفنية التابعة لمديرية صيانة مشاريع ري وبزل المحافظة على الاستصلاح المتكامل للمبازل الحقلية في منطقة الكمالية. فبعد دفن المبازل المفتوحة وتعديل الأراضي الزراعية وتسويتها، يجري العمل حاليا على مد شبكة من الأنابيب البلاستيكية وتنصيب المنهولات التي تتجمع فيها المياه لتصريفها في المبازل الثانوية. المشروع على مراحل، المرحلة الأولى هو التعديل والتسوية. التعديل والتسوية تشمل تعديل الأرض وردم المستنقعات والمبازل المفتوحة القديمة على منسوب معين بواسطة الآليات التخصصية، الجريدرات، الشفرات، البلدوزرات والقلابات. المرحلة الثانية من العمل هو مد الأنابيب المبازل المجمعة. طبعا الأنابيب ضغط عالي 6 بار، قطر 40 سنتيم بأطوال تقريبا معدل كيلو متر. هذا الأنابيب تحفر بواسطة الحفارة وتنزل على أعماق مختلفة، ثم ترصب على هذه الأنابيب المنهولات. المنهولات عبارة عن قطع كونكريتية بارتفاع 3 إلى 3.5 منهولة كونكريتية تربط بعدين تربط بها المبازل الحقلية. نسب الإنجاز في المشروع وصلت إلى مراحل متقدمة، إذ يجري العمل فيه بوتيرة متسارعة وباستنفار تام لنحو 20 آلية من آليات المديرية، ويسعى القائمون من خلاله على زيادة المساحات الزراعية بنسبة 20% وتقليل الكلف المصروفة على تطهير المبازل المفتوحة. انتجت إحدى الدراسات أنه نقوم بدفن المبازل المجمعة وتنفيذ مبازل مغلقة باستخدام الأنابيب البلاستيكية بقطر 400 سنتيمتر، يتم تنفيذها بواسطة الحفارات الهيدروليكية مع مد شبكة من المبازل الحقلية باستخدام الفلاتر الأنابيب المفلترة المغطاة بفلتر نسيجي، وهذه التقنية تستخدم لأول مرة في العراق. فكرة المشروع أنه تقوم الأنابيب المفلترة بسحب المياه الموجودة تحت سطح الأرض وصبها في المنهولات، بالتالي تقوم المبازل الحقلية بسحب المياه الموجودة بالمنهولات وتفريقها بالمبازل الثانوية. الهدف من المشروع زيادة المساحات الزراعية بنسبة من 15 إلى 20%، تقليل نسبة الملوحة في الأراضي، زيادة الغلة الزراعية للمشروع. الآليات المستخدمة في الموقع عدد 20 آلية. مدة العمل 120 يوم، نسبة الإنجاز تجاوز 60%. هذا المشروع وبحسب القائمين عليه فإنه سيزيد من استصلاح الأراضي الزراعية ويقلل الملوحة من التربة، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه. من كربلاء، أمير عرب، قناة كربلاء الفضائية.